بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام إلى هذه الفقرة التي سنستأنف من خلالها مع الفيديو الذي رأينا فيما سبق والذي يدور حول جودي باكا المدرسة التي كانت تناضل من أجل مجموعة من التلاميذ والذين سيصبحون في يوم ما لهم شأن ما. طبعا إذن هذه السيدة التي كانت تعيش أزمة مالية مع زوجها حتى أنه مكاد أن يفقد المنزل الذي يسكن لي فيه. إذن طبعا سنستأنف هذه القصة لنرى أوجها من بعض التضحيات التي كانت تقوم بها. طبعا رأينا مؤخرا أنها تذهب إلى السوق طبعا ثم تقتني مجموعة من الأدوات المدرسية ثم بعض المواد الغذائية من مثلا اللحم ثم البيض. طبعا عندما رأت بأن النقود لا تكفيها فهي فضلت أن تزيل بعض المواد الغذائية على أن تحذف الأدوات المدرسية. طبعا كما رأينا إذن احذفي أيضا البيض. Vous êtes sûr, Judy؟ هل أنت متأكدة يا جودي؟ نعم أنها تقولها مرغم علي. سأتذكر طبعا تعود جودي إلى المنزل لتجدي زوجها في انتظارها. Oh, salut chérie, je vais préparer le dîner dans un moment. سأهيئ الغداء في لحظة. أنا سأهيئ الغداء في لحظة. طبعا كما تلاحظوا بأن هذه صيغة ديال لو فيتور بروش أنا سأهيئ قريبا. كما ذكرنا فيما سبق تستعمل لو فيرب ألي كوم فيرب سومي أوكسيليير. إذن كما نتكلم عن فعل نصف مساعد. إذن طبعا هناك مجموعة من الأفعال اللي ممكن أن تندرج تحت العنوان اللي هو لو فيرب سومي أوكسيليير، من بينها لو فيرب ألي كما ذكرنا. جو في بريباري، أنا سأهيئ لو ديني الغداء دون زان مومون يعني في لحظة. أوه سالو شيري، جو في بريباري لو ديني دون زان مومون. اصبر علي لحظة، سأهيئ الغداء. Tu as tardé à venir. أنت تأخرتي. لو فيرب تاردي هذا فعل تأخر. أنت تأخرتي. أفنيغ في المجيء. أنت تأخرتي في مجيئك. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour ماذا كان يريد أن يقول؟ يعني ماذا هناك لي الغداء؟ إذن ماذا هناك من أجل الغداء؟ كان يريد أن يقول الغداء. ماذا هناك كأكل للغداء؟ Alors, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner؟ إذن ماذا هناك للغداء؟ ماذا أحضرت كوجبة للغداء؟ Pas encore. لازال هذا الأمر مرة أخرى. هذا الأمر يتكرر مرة أخرى ونحن في أزمة. On n'a pas assez d'argent pour ça. ليس عندنا نقود كافية pour ça. من أجل هذا، من أجل اقتناء الأدوات المدرسية. On n'a pas assez d'argent pour ça. ليس عندنا ما يكفي من الأموال من أجل هذا. On s'en sort à peine comme ça. طبعا نتكلم هنا على الغير سوغتير. كما تلاحظوا الغير سوغتير فعل كما نقول أخرج نفسه. يعني أننا نخرج أنفسنا من هذا. يعني أننا نخرج أنفسنا هكذا. ثم أبان المقصود نكاد. On s'en sort à peine comme ça.
as pris de la nourriture ? Oui. المعنى العام لهذه العبارة هو أننا لا نكاد نخرج أنفسنا في هذا الحال. نكاد نخرج متكافئين. إذا نكاد نخرج أنفسنا من هذه الصعوبات. On s'en sort à peine comme ça. Tu as pris de la nourriture ? Tu as pris de la nourriture ? Oui. Je vais faire des quesadillas. Des quesadillas. Tu as pris de la nourriture ? أنت أخذت من الطعام. هل أنت أخذت من الطعام؟ Tu as pris. طبعا هنا عندنا الفير بروندر مصرف لو باسي كومبوزي كما تلاحظوا مصرف مع لوكسيليغ افوار. عندنا بري هذا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل الفير بروندر خاص بفعل بروندر فعل أخذ. Tu as pris. أنت أخذت أو أنت أخذتي. Tu as pris de la nourriture. أنت أخذت من الطعام. Tu as pris de la nourriture. Oui, je vais faire des quesadillas. Des quesadillas. Oui, je vais faire des quesadillas. نعم, أنا أخذت من الطعام. Je vais faire des quesadillas. نحن سنقوم بكاساديياس. Je vais faire des quesadillas. أنا سأقوم بكاساديياس. طبعا كلمة quesadillas, كلمة quesadillas, de l'espagnol queso, qui signifie fromage. إذن هذه الكلمة تأتي من اللغة الإسبانية, de l'espagnol, هي تأتي من كلمة إسبانية كيسو كيسو من كلمة كيسو كيسيني في فخوماج التي تعني الجبنة التي تعني جبنة. إذن هنا نتحدث عن تورتيا أو فخوماج إي أو بولي سبيسياليتي مكسيكان. نتكلم عن تخصص مكسيكي إن صح التعبير. إذن نتكلم هنا عن أكلة شعبية مكسيكية. إذن نتكلم عن تورتيا أو فخوماج إي أو بولي. تورتيا مقصود بها غاليت. إذا نتكلم عن غاليت كما نتكلم عن كعكة دو مايس. دو مايس من الذرة بلا بوبيلير أو مكسيك طبق شعبي أو مكسيك في المكسيك. كما نتكلم عن أكلة شعبية في المكسيك تهيأ بهذه الطريقة غاليت دو مايس. إذا نتكلم عن تورتيا تورتيا التورتيا كما ذكرنا تورتيا أو فخوماج أن تنضاف لها أيضا الجبنة إي أو بولي وممكن أن تكون بالدجاج سبيسياليتي مكسيكان. إذا نتكلم عن تخصص مكسيكي إن صح التعبير. إذا السيدة جودي تتكلم عن هذه الأكلة. السيدة جودي تريد تهيئ هذا الطبق. جو فيغ دي كاسادياس. أنا سأفعل كاسادياس. دي كاسادياس. Tu as pris de la nourriture? Oui. Je vais faire des quesadillas. Des quesadillas. Retourne t'asseoir s'il te plaît. Des quesadillas. Retourne t'asseoir s'il te plaît. Retourne t'asseoir s'il te plaît. Je vais faire des quesadillas. Des quesadillas. Retourne t'asseoir s'il te plaît. عود لتجلس s'il te plaît. عود لتجلس من فضلك. Retourne. عندنا الverbe retourner مصرف à l'impératif. Conjugué à l'impératif. مصرف في الأمر. تقول له retourne. ارجع. كما تقول له استدير. إذن retourne t'asseoir. Retourne t'asseoir. ارجع لتجلس s'il te plaît. من فضلك. S'il te plaît. من فضلك. دي كاسادياس يتساءل ويستغرب. دي كاسادياس retourne t'asseoir s'il te plaît. Retourne t'asseoir s'il te plaît. عود لتجلس من فضلك. Tu as pris de la nourriture? Oui. Je vais faire des quesadillas. Des quesadillas. Retourne t'asseoir, s'il te plaît. Je mangeais bien mieux quand j'étais étudiant fauché. Je mangeais bien mieux quand j'étais étudiant fauché. Je mangeais bien mieux quand j'étais étudiant fauché. Je mangeais. Ana kuntu akul. Je mangeais. On a dit le verbe manger. Il est fait akala. طبعا le verbe manger, comme tu l'as dit, t'intéri b-e-r. كبقية الأفعال المنتمية للمجموعة الأولى. Le verbe manger, طبعا لكي ينطق هكذا من الضروري المحافظة على أ بعد جي وإلا فهاد جي غتعطينا النطق ديال ج غتعطينا النطق ديال ج حتى يبقى الفعل هكذا سنحافظ على هاد أ. إذن عندنا هنا جو مانجي الأصل كبقية الأفعال المنتمية للمجموعة الأولى أننا نحذف أ إر ثم نضع أ إي إس فلامبارفي طبعا كما عندنا هنا لكننا هنا سنضطر للإبقاء على أ بعد جي حتى نحافظ على هذا الصوت. جمانجي أنا كنت آكل ب
بيامير. كنا نقول كنت آكل أحسن بكثير كونجيت إتيديون عندما كنت طالبا. كونجيت إتيديون عندما كنت طالبا. فوشي فوشي طبعا لوفر فوشي المقصود بها كوبي افيك انفو او بيان افيك انفوشوز. كوبي افيك انفو انك تقطع بانفو، اذا نتكلم عن ما يشبه المنجل. طبعا نتكلم عن اداه تشبه المنجل الى حد ما يقطع بها العشب، اذا كوبي افيك انفو انك تقطع بهذه الاداه عشبا او بيان افيك انفوشوز. عندما نتكلم عن كونجيتي فوشي كما نقول عندما كنت مقطوعا كالعشب، المقصود به هنا سونز ارجون، انني كنت بدون وقود. عندما نقول جو سوي فوشي المقصود بها انني كنت فقيرا بدون وقود. Retourne t'asseoir s'il te plaît. Je mangeais bien mieux quand j'étais étudiant fauché. اذا هنا يقول لها انا كنت اكل احسن من هذا بكثير حتى عندما كنت طالبا لا أملك نقود، فكيف بالآن وأنا آكل أشياء أقل درجة سعادة بير. Retourne t'asseoir s'il te plaît. Je mangeais bien mieux quand j'étais étudiant fauché. Oh, voyons voir. Je mangeais bien mieux quand j'étais étudiant fauché. Je mangeais bien mieux quand j'étais étudiant fauché. Oh, voyons voir. Oh, voyons voir. Oh, voyons voir. كما نقول هنا دعنا لنرى. دعنا لنرى. Oh, voyons voir. دعنا نرى. إذن في المكمل حتى نرى ماذا ستهيئن لنا. Oh, voyons voir. C'est les nouilles pour demain. C'est les nouilles pour demain. C'est les nouilles pour demain. هذه les nouilles للغد. C'est les nouilles pour demain. طبعا كما تلاحظون عندنا السي كما نتكلم عن شيء مفرد ثم نقول les nouilles. إذا نتكلم هنا عن الجمع. الأصل هنا أن نقول ce sont les nouilles. pour demain. هل هم les nuits pour demain؟ إذا نتكلم عن مجموعة أشياء نقول عنها les nuits، ولكن هنا طبعا نتكلم عن هاد لو باكي، نتكلم عن هاد لو باكي، كما نتكلم عن هاد العلبة إن صح التعبير. طبعا تستعمل هاد الصيغة كثيرا، نستعمل سي للجمع، إذا نقول سي les nuits pour demain. سي les nuits pour demain. Ce n'est pas le moment, Marvin. J'ai déjà assez de stress comme ça. C'est les nuits pour demain. Elle y a les nuits pour demain. طبعا كلمة les nuits pâte alimentaire. إذا نتكلم عن عجين غدائي. إذا نتكلم عن عجين غدائي pâte alimentaire. إذا نتكلم عن عجين غدائي إن صح التعبير. Plate ronde أنها مسطحة أو أنها دائرية. De longueur moyenne. De longueur moyenne بطول متوسط. إذا نتكلم عن نوع من العجين بمعنى آخر. أنه مقطع، أنه مسطح أو دائري ذات بعد متوسط. C'est les nuits pour demain. C'est les nuits pour demain. Ce n'est pas le moment, Marvin. J'ai déjà assez de stress comme ça. Ce n'est pas le moment, Marvin. Ce n'est pas le moment, Marvin. Ce n'est pas le moment, Marvin. ليست اللحظة يا مارفين. المقصود ليس الوقت لهذا الكلام يا مارفين. J'ai déjà assez de stress comme ça. J'ai déjà assez de stress comme ça. أنا من قبل عندي ضغوط كافية. مثل هذا. Ce n'est pas le moment, Marvin. J'ai déjà assez de stress comme ça. فلهذا لا تزيدني أكثر. أرجوك توقف. Ce n'est pas le moment, Marvin. J'ai déjà assez de stress comme ça. Ce n'est pas le moment, Marvin. J'ai déjà assez de stress comme ça. En plus, je dois corriger toutes ces copies avant de préparer les cours de demain. Alors, s'il te plaît, assieds-toi. En plus, je dois corriger toutes ces copies avant de préparer les cours de demain. Idem. Ce n'est pas le moment, Marvin. ليست اللحظة يا مارفين. ليست اللحظة يا مارفين لنقاش كهذا. J'ai déjà assez de stress comme ça. أنا من قبل عندي ضغوط كافية مثل هذه. En plus, بالإضافة إلى هذا. En plus, بالإضافة. Je dois corriger toutes ces copies. أنا علي أن أصحح كل هذه النسخ. Toutes ces copies. Je dois corriger toutes ces copies. علي أن أصحح كل هذه النسخ. كل هذه الأوراق. Je dois corriger. عندنا لو فيرب devoir كما تلاحظوا مصرف او بريزون كونجيغي او بريزون. Je dois corriger. لو فيرب corriger هذا فعل صححه. ومنها مثلا كلمه la correction. La correction يعني التصحيح. Je dois corriger. انا يتوجب علي تصحيح toutes ces copies. كل هذه النسخ، كل هذه الاوراق
الصفحات إلى غير ذلك avant de préparer les cours de demain. إذن علي تصحيح هذه الأوراق avant de préparer les cours de demain قبل تهيئة دروس الغد. إذا المقصود أنا علي ضغوط وعلي تصحيح هذه الأوراق ثم علي إنشاء دروس الغد. J'ai déjà assez de stress comme ça. En plus, je dois corriger toutes ces copies avant de préparer les cours de demain. Alors, s'il te plaît, assieds-toi. Alors, s'il te plaît, إذا من فضلك assieds-toi. اجلس. Assieds. Assieds-toi. Assieds-toi. هذا assieds-toi يكون الأمر بالطريقة أنك توجه أمر لشخص ما تتكون فيها التو. طبعا التو هي الصرف ديال سو. هذه الصرف ديال سو اللي تتكون عادة مع الفعل برونومينال. هنا نتحدث عن لوفير ساسواغ. سو أسواغ. سو أسواغ. إذا نتكلم عن فعل جلس كما نقول أجلس نفسه. جعل نفسه يجلس. هنا كما لو تقول له اجعل نفسك تجلس. أسيتوا. أسيتوا. Alors, s'il te plaît, assieds-toi. إذا من فضلك, اجلس. En plus, je dois corriger toutes ces copies avant de préparer les cours de demain. Alors, s'il te plaît, assieds-toi. Tu travailles ce soir? Tu travailles ce soir? أنت تعملين هذا المساء? Tu travailles ce soir? أنت تعملين هذا المساء? المقصود هل أنت ستعملين هذا المساء? Assieds-toi. Tu travailles ce soir? Mm-hmm. On devait regarder le film Casablanca. Je ne peux pas. Je suis désolée. Je ne peux plus faire ça. إذن تقول له كلام تقول له نعم. إذن هي ستعمل هذا المساء. ثم يقول له on devait regarder le film Casablanca. إذن علينا أن نرى فيلم الدار البيضاء. On devait regarder le film Casablanca. On devait regarder le film Casablanca. On devait. طبعا عندنا نظر devoir مصرف الامبارفكت كما تلاحظوا. On devait كما نقول كان يتوجب علينا. المقصود أنه يتوجب علينا regarder le film Casablanca أن ننظر فيلم الدار البيضاء. طبعا فيلم الدار البيضاء هو يعد من الأفلام الكبرى، بل هناك من يعتبره من الأفلام العظيمة إن صح التعبير، الذي تم إخراجه في 1942. إذا نتحدث هنا عن فيلم قديم. إتان فيلم أمريكا رياليزي بار ميكايل كورتيز سورتي أو 1942 سورتي أو 1942 إل سو ديغول بوندون لا سكوند غير مونديال دون لا فيل دو كازابلانكا أو ماروك ألوغ كونترولي بار لو غوفرنومون دو فيشي. طبعا حينئذ عندما كانت الدار البيضاء أنها تحت حكم فيشي. إذا نتكلم هنا عن غوفرنومون دو فيشي. إذا هذا الفيلم أنه تم تصويره بالدار البيضاء تحت حكومة فيشي. نتكلم هنا عن الحكومة التي كانت تحكم فرنسا البلد المحتل المغرب أثناء الحرب العالمية الثانية. إذا في هذا الوقت تم إنتاج هذا الفيلم بالدار البيضاء. On devait regarder le film Casablanca. Tu travailles ce soir? Mm-hmm. On devait regarder le film Casablanca. Je ne peux pas. Je suis désolé. Je ne peux plus faire ça. إذا كان يتوجب علينا أن ننظر فيلم الدار البيضاء. طبعا هنا عندنا لوغيف دوفوا كما قلنا مصرف كونجيغي الامبارفي. طبعا في لو بريزون نقول جو دوا جو دوا تي دوا إل دوا نو دوفون فو دوفي إل دواف. في الامبارفي نقول جو دوفي تي دوفي إل دوفي نو دوفيون نو دوفيون فو دوفي Il devait, il devait. Comme on a dit, هم كان يتوجب عليهم. Je ne peux pas. On devait regarder le film Casablanca. Je ne peux pas. أنا لا أستطيع. Je ne peux pas. أنا لا أستطيع. Je peux. أنا أستطيع. كما قلنا, c'est le verbe pouvoir. C'est le verbe pouvoir. ماشي le verbe devoir. اللي تكلمنا عليه قبل قليل. فعل توجب. لا نتحدث هنا عن le verbe devoir. فعل توجب. بل نتحدث هنا عن le verbe pouvoir. Je ne peux pas. أنا لا أستطيع. On devait regarder le film Casablanca. Je ne peux pas. Je suis désolé. Je ne peux plus faire ça. Je suis désolé. أنا آسفة. Je suis désolé. أنا آسفة. إذن أنا آسفة على أنني لا أستطيع أن أرى هذا الفيلم. Je ne peux plus faire ça. أنا لم أعد أستطيع فعل هذا لأنه لم يعد يتبقى لي وقت. Je ne peux plus. عدنا. Je ne peux pas. أنا لا أستطيع. Je ne peux plus. أنا لم أعد أستطيع faire ça فعل هذا. Je ne peux plus faire ça. أنا لم أعد أستطيع فعل هذا. On pourrait le regarder ce week-end. Tu passes plus de temps avec ses enfants qu'avec ton propre mari. On pourrait le regarder ce week-end. On pourrait le regarder ce week-end. On pourrait le regarder ce week-end. يمكننا ربما رؤيته نهاية هذا الأسبوع. On pourrait le regarder ce week-end. كما تنشوف هنا عندنا on pourrait نتحدث على le verbe pouvoir ولكن
ماشي في لامبارفينا. طبعا في لامبارفينا اقول je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez il pouvait. هذا هو لامبارفي الخاص بفعل بوفوار، ولكن الذي عندنا هنا طبعا نتحدث عن لو فيرب بوفوار او كونديسيونيل بريزون. كما عرفنا بان لو كونديسيونيل بريزون انه تفيد الشك، وفي حالات اخرى انه يستعمل للاحترام الى غير ذلك. اذا لا كونجيغيزون دي فيرب بوفوار او كونديسيونيل بريزون نقول je pourrais tu pourrais il pourrait كما عندنا هنا il pourrait nous pourrions vous pourriez il pourrait. On devait regarder le film Casablanca. Je ne peux pas, je suis désolée. Je ne peux plus faire ça. On pourrait le regarder ce week-end. Tu passes plus de temps avec ses enfants qu'avec ton propre mari. إذن il pourrait كما نقول ربما هو يستطيع. Je pourrais ربما أنا أستطيع. Nous pourrions ربما نحن نستطيع. أو كما نقول في اللغة العربية قد أستطيع. Je pourrais قد أستطيع. Tu pourrais قد تستطيع. أو قد تستطيعين. هناك ما يضفي على هذا الكلام شيئا من الشك. لو كونديسيونيل بريزون أنه قد يفيد هذا. إذن on pourrait قد نستطيع أو ربما نستطيع. On pourrait le regarder ce weekend قد نستطيع le regarder رؤيته ce weekend نهاية الأسبوع. تنعرف بأن الويكند هو آخر الأسبوع. Je ne peux plus faire ça. On pourrait le regarder ce week-end. Tu passes plus de temps avec ses enfants qu'avec ton propre mari. ثم يقول الزوج هنا tu passes plus de temps avec ses enfants plus qu'avec ton propre mari. Tu passes plus de temps avec ses enfants qu'avec ton propre mari. أنت تقضين الكثير من الوقت مع هؤلاء الأطفال qu'avec ton propre mari. أكثر من زوجك الخاص. أنت تقضين الكثير من الوقت مع الأطفال أكثر من زوجك الخاص أكثر مني. On pourrait le regarder ce week-end. Tu passes plus de temps avec ses enfants qu'avec ton propre mari. Tu agis comme s'ils étaient tes propres enfants. هذا لا يليق. إذن tu passes plus de temps avec ses enfants qu'avec ton propre mari. إذن أكثر من زوجك الخاص. Tu agis comme s'ils étaient tes propres enfants. Tu passes plus de temps avec ses enfants qu'avec ton propre mari. Tu agis comme s'ils étaient tes propres enfants. Tu agis comme s'ils étaient tes propres enfants. Tu agis comme s'ils étaient tes propres enfants. أنت تتعاملين. نتكلم هنا على لو فيرب أجير. طبعا ذكرنا فيما سبق لو فيرب أجير و لو فيرب رياجير. أجير أنك تتعامل، أنك تقوم بفعل، أنك تقوم بأفعال ما. Tu agis. إذا نتكلم على لو فيرب أجير. Tu agis. أنت تتعاملين كوم سيل إيتي. كما لو أنهم. كما لو أنهم. كوم سي إل إيتي. كما لو أنهم. كوم سي كما لو أن إل إيتي. هم كانوا تي بروبر زونفون اطفالك الخاصين اطفالك الخاصين بك. باس بلوس دو تان افيك سي زونفون كافيك تون بروبر ماري. تو اجي كوم سي ايلز ايتي تي بروبر زونفون سي با كوم سي تو ايتي بلوس بايي بور فير تو سا. انت تتعاملين معهم كما لو انهم اطفالك حقيقيين. تو اجي كوم سي ايتي تي بروبر زونفون سي با كوم سي تو ايتي بلوس بايي سي با كوم سي تو ايتي بلوس بايي بور فير تو سا. انت تتعاملين مع هاد الاطفال كما لو انهم أطفالك الخاصين ولا تتعاملين معهم كما لو أنه لا يؤدى لك من أجل فعل كل هذا. سي با كوم سي تو ايتي بلوس بايي بور فير تو سا. عليك أن تزهدي في معاملتهم بهذا الشكل. فخاب على بورت. طبعا هنا عندنا فخاب عندها علاقة بفعل فخابي فعل ضربة. فخاب على بورت كما نقول نقر على الباب أو ضرب على الباب إلى غير ذلك. إذن هناك شخص ما أنه يدق في الباب. Bonjour, vous devez être monsieur Parker. Bonjour, vous devez être monsieur Parker. يوم سعيد يتوجب ان تكون السيد باركر. يوم سعيد يتوجب ان تكون السيد باركر. Bonjour, vous devez être monsieur Parker. اذا المقصود انه لا شك انت هو السيد باركر. ريتشارد كارلايل de First National Financial. ريتشارد كارلايل de First National Financial. ريتشارد كارلايل من البنك الوطني الاول. اذا نتكلم هنا عن البنك الذي سياتي ليحجز منزلهم. طبعا سأنف مع بقية القصة في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.